شاركنا طالبات من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في مهرجان أفلام السعودية بعرض فيلمهم مهمة سبعة على مسرح إثراء، وحاز الفيلم على القبول في فئة الأفلام الموازية. الفرحة والبهجة مشاعر تراها واضحة في محيى جنى الصغير وريم الزامل، طالبات من كلية العمارة والتصميم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل خاضوا تجربة جديدة في إنتاج أول فيلم لهن، والذي كان بمثابة التحدي الكبير. شاركنا في مهرجان الأفلام السعودية بدورته السابعة، وحاز فيلمهما مهمة سبعة على القبول في فئة الأفلام الموازية، وعرض على مسرح إثراء. والله يعني شعوري لما انقبل كان يعني شعور سعادة غامرة، انه الحمد لله انه بيجي المكان بهذا الكبر، بهذا يعني فرصة رائعة. زائد انه يعني الحمد لله يوم حضرت العروض كان اللي اشوف ردود فعل الناس، فكانت شيء مرة مسعد، انه بالاماكن اللي كنت بيهم يضحكون كانوا يضحكون، بالاماكن اللي كانت صدمة كانت انه يعني ردة الفعل كانت واضحة وكانت حلوة الحمد لله. والحمد لله تيسر، جاء يعني كمشروع جامعي، بس جاء كمشروع يعني مع فريق صحيح، مع انه جت الفكرة الصحيحة. زائد انه من الاشياء اللي اول ما سمعنا كذا لي طب يلا خلينا نسويها. تحديات كثيرة واجهت فريق العمل خلال رحلة انتاج الفيلم، كان من ابرزها سؤال اين تطبق الفكرة. كان في شوية صعوبات في انه عندك الفكرة، بس مثلا وين تقدرين تطبقين الفكرة. كان في احتياج انه ابي في مكان معين ببالي، بس هل الاماكن هذه تقبل. كان في ضغط على انه في اوقات معينه تنفع، في اوقات ما تنفع. يعني التجربه صراحه كانت مره مثريه، كانت يعني شيء مره جديد، بس الحمد لله ما كان بالتعقيد اللي كان ببالي، بس الحمد لله يعني كان زين مره. 36 فيلما في هذا المهرجان السينمائي، يمثلون طاقات وطنيه شبابيه محلقين باحلامهم وشغف قادر على تخطي جميع مصاعب هذا المجال. شيماء الزهراني، الإخبارية، الظهران.